ترأس صباح اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مكاي حسن تايسو مناسبة افتتاح أعمال الورشة التدريبية حول أطر وأساليب تقييم الابتكار للأنظمة الوطنية للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية. حضر المناسبة العديد من الخبراء والباحثين إلى جانب المشاركين في أعمال الورشة. جرت المناسبة. تقرير عائشة أحمد دوقي. البحث في أساليب وطرق تفيد في تحقيق التنمية الشاملة لدول إفريقيا المركزية بمختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية. لذلك المبتغى نظمت ورشة تدريبية حول أطر وأساليب تقييم الابتكار للأنظمة الوطنية لدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية، دراسة حالة تشاد نموذجا، وذلك من قبل المرصد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. خبير سياسي بالمرصد الإفريقي المامي كونتي قدم كلمة مرحبا فيها بالحضور، وقال بأن هذه الورشة ستعزز من قدرات الأنظمة الوطنية وتضع خارطة الطريق لدول المنطقة، كما أنها تسلط الضوء على نقاط الضعف والقوة والبحث عن حلول لها. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مكاي حسن تيسو أوضح خلال كلمته أهمية هذا العمل الهادف إلى ابتكار الأنظمة خصوصا في الدول الإفريقية. تلفتنا في المجال البحث وعن التكنولوجيا إنوفاسيون، وده نظام خصوصا كل الدول على الافريق والإنيون أفريكان بشغل جهازة نظمة، وممكن أي دولة تنظم مساوي الأتلية ده ويلقوا برنامج، نقول لك برنامج كامل بيخلي الدول الأفريقين هم كله بيتطوروا الباث في بلدانهم. وللتذكير فإن هذه الورشة تساعد على فتح الآفاق أمام دول المجموعة الاقتصادية وتحديد الكيان الإفريقي مستقبليا.